السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. في سنة 5 من الهجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث كبيرة جدا وشديدة جدا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ده كانت أكثر الأحداث اللي مر بها حزن النبي، واستمر لمدة شهر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن لكي يزيح عنه الهم والحزن بسبب حادثة الإفك. وحادثة الإفك دي إن في حد من المنافقين اللي كان في عداء مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إن هو يشوه صورة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها واتهمها بالزنا والعياذ بالله. إيه اللي حصل وليه عمل كده وليه اتهم سيدة عائشة في شرفها، وإيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى برأها من فوق 7 سماوات. تعالوا نتعرف على القصة دي وتفاصيلها، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة كاملة تفرج بها الهم وتقضي بها الدين وتحقق بها الأمال، اللهم أمين. في بداية قصة حادثة الإفك دي، حصلت حادثة أو موقعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن في قبيلة من حوالين المدينة كان اسمها قبيلة بني المصطلق، والقبيلة دي كانت من العرب وعايزة تغزو المدينة. هو كان من عادة العرب زمان ان هم يبتدوا ان هم يروحوا لأي مكان فيه موارد ويبتدوا ان هم ياخدوا منه الموارد اللي فيه، وياخدوا الشباب بتاعته يبقوا عبيد عندهم، وياخدوا النساء يبقوا جواري، يعني بيحاولوا يستولوا على اي موارد في اي في المكان ده. فلما البنو المصطلق دول حاولوا ان هم يروحوا يغزو طبعا المدينة، لان في الوقت ده ما كانش فيه استقرار في البشرية، يعني كان كل واحد كده القوي زي ما بنقول بياكل الضعيف، لحد ما جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس وعلم الأمة كلها، علم السلام والاستقرار وحفاظ الانسان على كيانه، علم البشرية كلها ازاي نتعامل مع بعض، ويحسن طبعا سلوك الناس كلها. وبعد كده بدأ بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرف ان هم عايزين يغزوا المدينة بدأ يجهز الجيش بتاعه علشان يخرج للحرب بره المدينة، حرب بني المصطلق ده بره المدينة علشان ما يدخلوش المدينة طبعا ويدمروها زي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو دايما كان بيحافظ على المدينة. فوصل لمنطقة تسمى المريسيع، والمكان ده كان فيه مية، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب دي مع بني المصطلق يعني حوالي 20 يوم. وفي الوقت ده بعد ما انتصر المسلمين رجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجيش. فهم راجعين في الطريق ففي واحد من الانصار وواحد من المهاجرين، الاتنين كانوا ماشيين جنب بعض، المهم حصلت مشاجرة بينهم لسبب ما، فبدأوا ان هم يتخانقوا مع بعض. فاول ما اتخانقوا مع بعض فجه الانصار قال ايه، قال يا للمهاجرين، وجي المهاجر ده قال يلا الانصار، وبدات بينهم الحرب. اول ما بداوا لسه هيبداوا بقى ان هم الحرب تشيع بين الانصار والمهاجرين، جه واحد بقى اسمه عبد الله ابن ابي ابن سلول، وده طبعا راس المنافقين، واحنا حكينا عنه كتير جدا، مواقف كتير مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس الموقف ده هو كان بدايه لقصه حادثه الافك. انا حكيت القصه دي عشان اعرفكم في حادثه الافك ليه حصل فيها كده. فجه راس المنافقين ده اللي هو عبد الله ده، حب بقى ان هو يوقع بينهم، لان طبعا قبل دعوه النبي وقبل وصول النبي للمدينه كان يعني عبد الله كده يعني مرشح ان هو اللي يمسك الانصار ويبقى هو القائد بتاعهم، لحد ما جه صلى الله عليه وسلم وبقى هو قائد المسلمين. فبدأ بقى الغل والحقد لرسول الله في قلبه لحد بقى ما حصل الموقف ده، والموقف اللي هيجي بعد كده اللي هو حادثة الإفك. بعد كده راح بقى للأنصار وقال لهم يعني ما هذا، شاركونا في بلادنا وأكلوا معنا، يعني فضل بقى يتكلم على إن المهاجرين جم وأكلوا من أكلنا وقعدوا في بلدنا، يعني إيه، فضل بقى يتكلم ويسخن بينهم. سمع الكلام ده مين؟ واحد اسمه طبعا من الصحابة اسمه سيدنا زيد بن أرقم. سيدنا زيد ده بقى بعد ما سمع الكلام ده وبعد ما سمع إن عبد الله بن سلوم قال إيه، قال لئن رجعنا إلى المدينة
ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني إن بعد ما يرجعوا للمدينة إن هم يخرجوا الأعز، طبعا اللي هم الأعز وبيتكلموا على الأذل، إن أعوذ بالله طبعا إن هو سيدنا محمد ولله العزة طبعا، إن هم يتكلموا على سيدنا محمد كده، وإن هم وإن هو قال لهم ولا تنفقوا عليهم لما يرجعوا للمدينة، ما تنفقوش عليهم وما تأكلهمش يعني ولا تشربوهم، ونخرجوهم من المدينة. فلما سمع سيدنا زيد الكلام ده راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إيه باللي حصل. فجاء سيدنا عمر كان قاعد مع النبي وقال له ايه، اضرب عنقه يا رسول الله يعني اقتله. فجاء سيدنا محمد قال له ايه، قال له كلا، لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، لان طبعا الانصار دول او عبد الله ده كان مسلم، فما ينفعش ان هو يقتل واحد مسلم زيه، لان الناس هتتكلم وتقول ان سيدنا محمد بيقتل الصحابه وبيقتل اصحابه، فما ينفعش. فلما جه عبد الله بن سلول ده بقى بدأوا الناس يخوفوه، يقولوا له ان هينزل فيه القرآن ويوصل النبي وحي، يوصل النبي اللي انت قلته ده. فطبعا خوفوه جدا وقالوا له روح بقى للنبي خليه يستغفر لك. فاول ما بدأ يروح بقى راح للنبي عشان ايه، يقول له ان هو ما قالش كده، قال له قعد يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما قالش كده. في الوقت ده طبعا كان زيد بقى سيدنا زيد يعني كده طلعوه كذاب، وقالوا ممكن يكون عيل صغير ومش عارف والكلام ده، لحد ما نزل سبحان الله، نزل ربنا نزلت سورة المنافقين عشان يصدق على كلام سيدنا زيد، ونزلت سورة المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وبعد كده طبعا لبقية الآيات لحد ما وصل لقول الله تعالى، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، صدق الله العظيم. وبعد كده رجع طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى فضح عبد الله بن سلول في القرآن، فجاء ابنه اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن سلول، يعني ابنه بقى كان ابنه ده طبعا من الصحابة الأتقياء جدا. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل القرآن ده في أبوه، فقال له يا رسول الله إن شئت أتيت إليك برأس أبي فلا تأمر غيري أن يقتله حتى لا أرى من قاتل أبي، يعني ما تأمرش حد غيري إن هو يقتله. ما هو طبعا بعد ما نزل في القرآن فراح، فخايف بقى إن حد النبي يأمر حد إن هو يقتله. فقال له الإيه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يا رسول الله، طبعا ده الرحمة المهداة، قال لا، بل نبر أباك ونحسن صحبته ما دام معنا، يعني طول ما أبوك معانا لازم نبره ونحسن صحبته. وفي الوقت ده بقى طبعا زاد الغل والحقد في قلب عبد الله بن سلول لحد ما وصلوا للمدينة. فهم واصلين للمدينة بقى جت حادثة الإفك. حادثة الإفك دي ايه هي؟ في الوقت ده لما الجيش تحرك ومشي، فكانت السيدة عائشة كانت معاهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيخرج لمعركة أو غزوة أو كان بيخرج لتجارة كان بياخد واحدة من زوجاته معاه، وكان بيعمل زي قرعة، فقالت إن القرعة وقعت عليها في الوقت ده، ولما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت ليه في زي جمل كده، وكان في فوق الجمل ده حاجة اسمها هودج. الهودج ده كان زي صندوق كده اللي بيبقوا قاعدين فيه السيدات. فهي كانت بتقول ان هي بقى كانت بتحكي، كانت بتقول ان هي كانت ضعيفة رفيعة، يعني كانت ايه، جارية خفيفة لم احمل اللحم، كانت بتقول كده على نفسها، كانت جارية خفيفة لم احمل اللحم، يعني كنت لسه رفيعة. فكانت المفروض ان هي بقى كانت في الهودج، وكانوا الصحابه حملوا الهودج على الناقه وبداوا ان هم يتحركوا، فكانوا فاكرين ان السيده عائشه كانت فيه. بس السيده عائشه بتقول وانا جايه اركب عليه فوق الهودج بدات ان انا التمس يدي صدري فلم اجد عقدي، يعني كانت لابسه عقد في صدرها، وهي كانت بتقضي حاجتها، كانت طبعا بيقضوا حوائجهم يعني خلف جبل كده بعيد شويه عن مكان الحرب. فقالت يعني افتكرت ان هي العقد بتاعها وقع، فراحت تدور عليه في المكان اللي كانت فيه. فلما رجعت ما لقيتش الجيش، لقيتهم اتحركوا، ففكروا ان هي كانت موجودة في الهودج.
فلما اتحركوا بدأت السيدة عائشة قالت: جلست كده قعدت لحد ما حد يرجع لي وياخدوني. فهي قاعدة يعني نامت شوية، عينها غفلت ونامت، صحت على صوت حد بيحولق، يعني حد قاعد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طلع مين ده بقى؟ ده بقى اسمه صفوان ابن المعطل، وده كان واحد من الصحابة كانت وظيفته ان هو بعد الحرب بيبتدي يلم اي حاجة واي متاع للحرب كانت موجودة بعد اي حرب، فبيبقى اخر واحد موجود في الجيش، فبيبتدي يلم الحاجات دي وبعد كده يرجع بيها للمدينة. فأول ما شاف السيدة عائشة، طبعا هو كان عارفها قبل ما تنزل آية النقاب أو آية الانتقاب لزوجات النبي، فهو كان عارفها وعارف وجهها، وهي كانت قاعدة وجهها منكشف فكان عارفها. المهم ركبت معاه على الجمل بتاعه ودخلت المدينة. طبعا هي والعياذ بالله لو كانت ارتكبت فاحشة كانت لا يمكن هما الاتنين يدخلوا مع بعض، يعني كان كل واحد هيدخل لوحده، يعني بحاجة بديهية. إنما هما الاتنين داخلين المدينة، أول ما شافهم بقى شافهم مين؟ عبد الله ابن سلول، ده بقى اللي هو شايل في قلبه بقى من الحادثة اللي فاتت. عرفتوا أنا حكيتها لكم ليه؟ عشان نوصل للنقطة دي. فهو بقى أول ما شاف كده فاستغل الفرصة وقال هي دي بقى فرصته، إن هو يعمل بقى ينشر الفاحشة وينشر الخبر الوحش ده، إن السيدة عائشة رضي الله عنها وقعت بزنا والعياذ بالله مع سيدنا طبعا صفوان بن المعطل. طبعا أول ما قال بقى الكلام ده وصل الكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة في الوقت ده بعد ما رجعت من الحرب قالت ان هي كانت تعبانة، فروحت بيتها وفعلا كانت مريضة وجلست في بيتها شهر، ما كانتش عارفة اللي بيحصل ولا اللي بيدور في المدينة. بس كانت بتقول هي كانت بتستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي ما كان من طبعه ان هو كان لطيف بزوجاته. فقالت ان هي ايه استغربت ان من لطف النبي يعني تغير ايه ارى ان قالت ايه قالت انا ما كنت ارى اللطف من رسول الله الذي كنت اراه قبل ذلك. يعني ما كانتش بتشوف المعامله الطيبه من رسول الله زي ما يعني هو كان بيعملها كويس، بس مش المعامله اللي كان المفروض بيعملها لها. فقالت ان هو كان بيجلس على طرف السرير ويقول لها ايه كيف تيكم، يعني عاملة ايه، بس هو ده اللي كان بيقوله لها خلال الشهر ده. فهي كانت مستغربة جدا من معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده لما بدأت ان هي تصحى وتفوق شوية خرجت مع ام مصطح ابن اسافة، ده كان هي خرجوا طبعا بيقضوا حوائجهم خارج البيوت، يعني ما كانش فيه في البيوت زمان حمامات وكده، فكانوا بيخرجوا في الصحراء في وراء الجبال وكده. وهي خارجه بقى وماشيه معاها ام مصطح ديت، فزي ما تقول كده اتكعبلت في العبايه بتاعتها. فهي ماشيه واتكعبلت فقالت ايه تعيس مصطح، فجت السيدة عائشة قالت لها ايه أتسبي رجلا شهد بدرا، يعني ده ابنك ازاي بتسبيه يعني. وكان طبعا مصطح ده يعني كان خادم عند سيدنا أبو بكر، طبعا يعني يعتبر كان من بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. بس كانت بقى أمه كانت متضايقة منه جدا، لأن لما حصل الحوار حادثة الإفك ده فبدأ إن هو مصطح ده إن هو يقعد ينقل الكلام، مش ينقل الكلام يعني كل ما يقعد في مجلس هو طبعا مش في نيته إن هو، بس بيقعد بقى انتوا شفتوا إيه اللي حصل سمعتوا كده، فهو كان بينقل الحادثة دي. طبعا نزل في القرآن، هنقول دلوقتي الآيات اللي نزلت عن ان احنا لازم نمسك ألسنتنا حتى لو سمعنا كلام او كده ما نرددهوش، لان ترديد الكلام ده ذنب كبير طبعا عند ربنا. فبدأت بقى ان فجت هي الست دي قالت لها يعني انت ما انتش عارفة ايه اللي بيدرو وبيحدث في المدينة، وهي طبعا السيدة عائشة ما كانتش عارفة. فلما حكت لها باللي حصل قالت ان هي زادت مرضا على مرضها. وبعد كده رجعت استأذنت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تروح على بيت ابيها، فراحت فعلا على بيت ابيها. وبعدين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عشان يتكلم طبعا عن شرف مراته اللي قاعدين يتكلموا فيه بقالهم فترة كبيرة. فأول ما صعد على المنبر قال ايه صلى الله عليه وسلم يعذرني من رجل أذاني في أهلي، والله ما علمت من أهلي إلا الخير، وما علمت عن صفوان إلا كل خير. فقام سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، ده طبعا كان كبير الأوس، فقال يا رسول الله إن كان رجلا من الأوس أخبرني فضرب عنقه، وإن كان أحد من إخواننا في الخزرج فأخبرني أن أضرب عنقه.
جه بقى واحد من الخزرج قام وقال ايه، كان اسمه سعد بن عبادة. قام بقى بدأوا ان هما الاتنين قالوا ايه، لا تستطيع ان تضرب عنقه، وبدأ ان هما الاتنين يتخانقوا مع بعض طبعا. وده ويعني حكينا قبل كده قصص للاوس والخزرج ان هما اصلا كانوا الاتنين في حروب دامت طويلا مع بعض، لحد ما جه النبي صلى الله عليه وسلم وهدى بينهم الحروب دي. فأول ما حصل كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يهديهم ويسكتهم، لحد ما جه راح لبيت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجلس معاهم هو والسيدة عائشة ومع أمها. وبعد كده قال للسيدة عائشة ايه، قال لها: يا عائشة، إن كنت بريئة فيبرئك الله من فوق 7 سماوات، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا ندم واستغفر الله غفر الله له. فلما انقضى صلى الله عليه وسلم من كلامه، يعني السيدة عائشة بتقول لما خلص كلامه كانت طبعا بتبكي، يعني السيدة عائشة من أول ما سمعت بالخبر ده وهي دموعها ما جفتش كانت بتبكي. لحد ما خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلص كلامه، قالت إن هي في الوقت ده قالصة دمعي، يعني وقفت دمع، بطلت دموع وبطلت ان انا عيط. وقالت ايه، والله لا اجد ما اقوله لكم، يعني هي مش عارفة تقول ايه الا كما قال ابو يوسف. من شدة ألمها وحزنها هي نسيت أبو يوسف ده كان اسمه، اللي هو طبعا قصدها على سيدنا يعقوب رضي الله عنه، هي نسيت اسمه. فقالت والله لا أقول أو لا أجد إلا كما قال سيدنا أبو يوسف، وصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. يعني ما قالتش أكتر من كده. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنه، قالت إيه، قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيتحدث معاهم كده اخذته سنة من الوحي، يعني بدأ ان هو يعني حست ان الوحي بدأ ينزل عليه. فقالت ايه، فقالت: فكان شأني في نفسي احقر ان ينزل فيها قرآن. يعني تخيلوا ان هي يعني بتقول ايه، يعني انا يعني حاجة قليلة جدا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو يبرأني في قرآنه. فلما استفاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، قال لها: ابشري يا عائشة، فقد برأك الله من فوق 7 سماوات، ونزلت سورة النور تبرئ فيها السيدة عائشة رضي الله عنها بعد شهر. وده طبعا جبر خاطر للرسول وللسيدة عائشة رضي الله عنها، وتعويض للصبر والسيدة عائشة أم المؤمنين، واختبار للمؤمنين والمسلمين اللي هم طبعا يعني أكفوا ألسنتهم عن الحديث، واللي هم قعدوا يتكلموا وفضحوا السيدة عائشة رضي الله عنها. لأن كان في جزء في قصة من أحد الصحابة المسلمين كان اسمه أبو أيوب، وكانت أم أيوب دول الأنصاري كانوا قاعدين أم أيوب بتكلمه، فبتقول له: سمعت اللي حصل بالسيدة عائشة؟ فجاء قال لها إيه، فأبو أيوب قال لها: يا أم أيوب، أنت أفضل أم عائشة؟ فقالت: عائشة. فقال: وأبو صفوان أفضل مني. وجاء أبو أيوب قال لها: يا أم أيوب، ما لنا ألا نتكلم بهذا، فهذا بهتان عظيم. وبعد كده لما نزل الوحي بقى على سيدنا محمد بصورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين جاءوك بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شر لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. خلاص، يعني طبعا العذاب العظيم الكبر ده اللي هو رأس المنافقين طبعا عبد الله بن سلول. بس ربنا قال آية في القرآن، قال في السورة دي آية، قال إيه، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني ربنا قال لو انتوا كنتوا سمعتوا الكلام ده وخدتوه وما تكلمتوش بيه، ما كانش كل ده حصل، لان انتوا فاكرين ان هو حاجة بسيطة ان انتوا بتنقلوا الحديث، بس هو عند ربنا عظيم. ولو كنتوا سمعتموه وقلتوا هذا بهتان عظيم زي ابو ايوب الانصاري كده ما قال اللي نزل فيه الاية دي في القرآن، ما كانش كل ده حصل وما كانش الموضوع انتشر بالطريقة دي. فدي رسالة لينا ان احنا مش كل حاجة نسمعها نتكلم عليها،
إلا لو كنا واثقين منها 1000000%، وإلا إذا اتسألنا عليها. غير كده ما نقعدش نتكلم على الفاضي المليان، لأن دي أعراض ناس، والغيبة والنميمة والحاجات دي كلها لازم إن احنا ناخد بالنا منها، لأنها حاجات يومية كده معتادين عليها في حياتنا اليومية، لازم ناخد بالنا منها ونتحاسب على كلامنا، لأن كل كلمة هنتحاسب عليها. وزي السيدة زينب كده ما سألوها عن السيدة عائشة في الحادثة دي، فقالت إيه؟ فقالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. لما جم سألوها بقى وبيتكلموا على القصة، قالت لهم: لا، أنا مش لا عايز أسمع ولا أشوف، إن والله ما علمت عنها إلا خيرا. هو ده اللي المفروض نقوله، مش أي حاجة هنسمعها نرددها ونتكلم فيها. احنا بنتعلم من السيرة النبوية نقط كده ومقتطفات، لازم نخليها أمامنا قدامنا كده في حياتنا لو انتوا عايزين الجنة. فلما سمعت بقى السيدة عائشة بالكلام ده، وأمها كانت موجودة قاعدة، فقالت لها إيه؟ فقالت: قومي إلى رسول الله فأحمديه. فقالت: لا والله، لن أحمد إلا الله. وحمدت ربنا وشكرته طبعا على إنه برأ السيدة عائشة في القرآن، إيه زي ما تكون كده يعني، كان في نفسيتها كده لرسول الله يعني، واخدة على خاطرها منه شوية، إيه لحد ما ظهر الله سبحانه وتعالى براءتها في القرآن، وبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. ودي طبعا رسالة للإنسان يصبر على الابتلاء، وما يقولش إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، وصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، ونفوض أمرنا إلى الله. وكده الحلقة خلصت، واستنوني إن شاء الله في حلقة تانية. ولو المحتوى عجبكم أتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو، ونشارك الفيديو على قد ما نقدر عشان الخير ما يقفش عندنا ويوصل لكل اللي حوالينا. وجزانا وإياكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.